بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الباحثين الكرام المشاركين في مؤتمر كلية العلوم بجامعة المثنى للعام 2021، تحية طيبة، ونتمنى إن شاء الله يكون الجميع بخير وصحة وسلامة، ونبارك لحضراتكم وصول عملية نشر البحوث الخاصة بالمؤتمر للمراحل النهائية. في هذا الفيديو راح نوضح لحضراتكم بطريقة مبسطة وسريعة كيفية إكمال الإجراءات الخاصة بعملية النشر. مثل ما تعرفون حضراتكم، احنا كإدارة مؤتمر ككلية انهينا كافة الإجراءات المتعلقة بنا، والآن أصبحت وقائع المؤتمر proceeding under publication، تحت إجراءات النشر الخاصة بدار النشر. تتطلب بعض العمليات الخاصة بكل باحث، خصوصا ما يتعلق بالcorresponding author، المؤلف الرئيس أو الباحث الرئيسي. يتم أو يقوم بإجراء بعض الأمور اللي هي امور جدا بسيطه وسهله وما تحتاج تفاصيل كثيره، راح نشرحها ان شاء الله على السريع في هذا الفيديو. اولا راح تستلم رساله تجيك عبر الايميل من دار النشر مثل ما موضح امام حضراتكم. فقط ملاحظه حتى قبل لا نبدا، حضراتكم يفضل ان تحضرون الايميلات، اسماءكم، الايميلات مالتكم واسماء الباحثين، ايميلاتهم، وكذلك استمارة حقوق الملكية اللي موجودة أرسلناها قبل فترة بها بعض التفاصيل اللي تذكر، بس راح نوضحها لحضراتكم ونشرح شنو بها التفاصيل هاي الاستمارة مع حقوق الملكية. ملاحظة ثانية، في بعض الأحيان الإيميل اللي يصل على الإنبوكس ما تشوف به رسالة موجودة، وهذا صارت حقيقة عندنا الحالة، فيفضل تروح على الأول بوكس أو الأول ميل، سوري الاول ميل، راح تلاحظ رساله ممكن تكون واصله بهذا الشكل. اول ما تجينا الرساله راسا نروح على الرابط، نفتح الرابط، راح يتفعل الرابط بهاي الحاله. عندك هنا اكسبت اول كوكيز، عندك هنا التيرم اوف يوز اند برايفسي بوليسي، راح تختار لازم تسوي سكرو، لازم تحرك هذا حتى يتفعل مثل ما راح تشوفون بعد شويه، يتفعل قدامك اللون الاخضر. تخلص مراجعه الكونديشنز، الشروط الخاصه بدار النشر وبفتح هذا المتصفح مثل ما شفتوا حضراتكم تفعلت، تختار اي اجري، ثم تنزل بعد ذلك تختار الاي اي بي ببلشنج كوميونيكيشنز، تختار ايضا اي اجري وتسوي عمليه سبمت. هنا راح يبدي ينفتح لك هذه النافذه مثل ما تشوفون، وتطلع لك بها التفاصيل التاليه. ممكن بالبدايه تروح الى الموديفاي بروفايل اند باسورد، هنا تبدي تملي التفاصيل الخاصه بيك انت كصاحب هذا الاكونت، صاحب هذا الحساب. تختار الاسم مثلا، تختار الميد نيم واللاست نيم، اورك اي دي، هنا تختار الاورك اي دي مالتك، يفضل يكون محضره انت الاورك اي دي مالتك، فيعني هنا الاي دي موجود، احنا اصلا المفروض فعلناه. راح نكتب الورك اي دي، فعلنا نلقاه حتى سوري مش عارف اللغه العربيه، اسف. تمام، هذا هياته الورك اي دي موجود، فانت تاخذ مالتك الورك اي دي. المهم انت خلينا نكمل الاجراءات وبعدين نشوف هاي شغله الورك اي دي. المفروض موجود الورك اي دي مالتنا، هسه راح نلقاها، هسه راح نطلعها، نقدر حتى من الايميل، لان احنا استونا فعلنا الارك اي دي مالتنا الخاص. انا طبعا لا استخدم الحساب مال الطالب مالتي لان هو الكورسبوندينج اوثر. هذا ال تمام،
هذا الاورج اي دي مالتي الخاص بالباحث الكورسبوندنت اثر، ناخذ له كوبي ونرجع على حتى ناخذ الاورج اي دي مالته بالضبط. تمام، سوى اوثرايز اكسس حتى يفعل الاورك اي دي. هذا مهم جدا لانه احدى المؤتمرات رجعوا كثير من الباحثين على موضوع الاورك اي دي، فنرجو من حضراتكم تهتموا لموضوع الاورك اي دي اضافه الى المعلومات الاخرى. ضيف باسورد جديده. اوكي، كانتر العراق، المثنى نختار الاسم، الجامعه المثنى يونيفرسيتي. اوكي، يعني احنا ما عندنا مشكله، جامعتنا بيها ما بيها اشكال، هي المثنى يونيفرسيتي. اوكي، سيتي نختار نختار مدينه السماوه. اوكي، وكذلك هنا أنا اسال ذاك مثلا اذا انت تحب حضرتك تكون ريفيور بالنسبه للاي اي بي كونفرنس بروسيدنج او لا، بعدها انت حضرتك مخير بيها. كمل عملية إكمال حسابك، بالتالي راح المفروض تفعل عندك. لا طبعا احنا ما خلينا الجامعة المثنى. تمام، اختارين العراق، اختارين الباسورد يوزر نيم، المفروض ما عندنا مشكلة. لازم كل اللي بيها ستارت تمام. سوري ما خلينا الاسم هنا، وش المشكلة؟ ماشي اوكي. هسه احنا عندنا حاليا كملت مالتنا الموديفايد، راح تشوفون العلامة اللي بالسهم الاحمر انتهت. هسه هاي هذا طبعا اجراء روتيني تقدر حتى بالنهاية تسوي، انت ما عندك مشكلة. نروح هسه حاليا للشغلة الرئيسية، الشغلة المهمة الأساسية اللي هي عملية البيانات والاستمارة مالتنا الرئيسية. راح تشوف مثل ما تبين قدام حضرتك التفاصيل الخاصة بالبحث مالتك، المانسكريبت مالتك رقمه حسب المجلة، الجورنال مالتك اللي هي الاي اي بي كونفرنس بروسيدنج، كرنت اوف ريفيجن. طبعا احنا الريفيجنز احنا سويناها، عملية التقييم العلمي صارت عن طريق إدارة المؤتمر، عن طريق هيئة تحرير المؤتمر. يوم 28 المفروض وصلك الايميل. اوكي، الايام اللي عدت عن السبمشن يوم واحد. المهم نوع الارتكل، عنوان المؤتمر الى اخره من التفاصيل اللي موجوده عندك. عندك افتح هذا البي دي اف، الماسكريبت ايتمز، افتح البي دي اف. ليش تفتح البي دي اف؟ حتى تستفاد من المعلومات الموجوده بالبي دي اف، يعني حتى تنقلها وتكون دقيقه ومضبوطه 100%. طيب هسه ايش راح نسوي احنا؟ راح نروح على الماسكريبت ورك فلو تاسكس، نضغط على الكومبليت بارشل سبمشن. راح تطلع لك مجموعه معلومات نحتاج نمليها. اولها ما يسمى تباوع على ايدك اليسرى، راح تلقى المانسكريبت انفورميشن. نكمل بالبدايه الاوثر انفورميشن، بعدين الببليكيشن تشارج اند فاندنج، بعدين الكوبي رايت لايسنس اجريمنت، ثم بعد ذلك الكونفيرميشن للمانسكريبت انفورميشن، يعني معلومات نهائيه. طيب اولا هنا احنا هاي الشغلات مكمليها بالنسبه للباحث الاول. فيما يخص الباحث الاول احنا مكملين المعلومات الخاصه به، لانه احنا اصلا حدثنا البروفايل مالته. هسه هنا راح نسوي نضيف، طبعا هنا نسوي سيف، نضيف عفوا انذر، هذا طبعا الباحث الاول. هسه شو نضيف؟ نضيف الاوثر الثاني. اوكي، راح نختار دي ار دكتور، ونرجع وين؟ نرجع على البيج مالتنا، نختار احنا بالنسبه لنا دكتور موفق. اوكي،
خلي الاسم هنا. نجي نكمل الاسم الأخير. أعتقد عندنا حرف ناقص صار. أي بالضبط، دبل دي. اسم الدكتور موفق. دي آخر. فهنا أنا ممكن يتأكد من الأوثر اللي يقول هل هو موجود ولا لا، حتى يخلي هو يخلي معلوماته. على كل حال إحنا ما يحتاج، ممكن نخلي المعلومات إحنا أوريدي يعني من عندنا، لأن المعلومات موجودة كلها. هاي هنا للاسف ما قاعد ياخذ كوبي بيست، ماكو مشكله، هي معلومات بسيطه اعتقد ومو فد مشكله، بس خلينا نكبر الصوره حتى تبين بشكل اوضح لنا. اوكي، هذا الايميل مال الدكتور موفق لازم نكتبه. underscore fj@mu.edu.iq. تمام، طبعا اكيد اراك اختار اراك. نعم تقدر، هنا انت مخير تكتب محافظه او المحافظه او لا. نعم مثل ما ذكرنا احنا جامعه المثنى. اوكي نعم تمام، هسه هو راح يبحث لنا عن الجامعه حتى يتاكد من عندها. خلي يكتب هنا بعد معلومات المفروض كملت. اوكي سوي سيف، نغسل معلومات الباحث الثاني. طبعا احنا هنا ما خزننا معلومات الباحث الاول، كان لازم نخزن الباحث الاول، فهي ايضا تتبوها لحضراتكم. هسه عندنا احنا الباحث الاول والباحث الثاني، طبعا هو كورسبوندينج حسين. نجي نضيف الباحث الثالث اللي هو اسمي نانا دي ار. ضيف الاسم الثالث. نجي بعدين نضيف الايميل. اوكي يبغى نختار البلد. العراق. ايضا نكتب هنا جامعة المثنى. اختار اسم الجامعة ونسوي سيف. اوكي تمام، هسه احنا صار عندنا ثلاثة الباحثين هم المشاركين، ايميلاتهم تفاصيلهم كاملة. هسه نختار بعد ما خلينا الكورسبوندينج اوثر، نختار الاي اجري ونروح على الخطوة التالية. المفروض من راح يسيب ويروح ينتقل للخطوة التالية، الخطوة الأولى تكون خلص ما بها أي إشكال وطانا بالعلامة الخضراء. إذا كانت بالعلامة الحمراء معناها ترجع مرة ثانية للإنفورميشن، أوثر إنفورميشن، معلومات الباحثين، وتشيك إذا كان عندك خاف كلمة خطأ، خاف بالإيميل خطأ، خاف بالأورك آي دي خطأ إلى آخره. طيب خلصنا معلومات الباحث، نجي على اليمن، نجي على البابليكيشن تشارج اند فاندنج. هاي تتعلق بشراء حقوق ملكيه البحث مالتك، يعني مثلا شركه تحب تشتري البحث او اجوره او شيء، فهي هو يبلغك يقول لك انت تحب تدفع مبلغ حتى تدعم المؤسسه وبالتالي يكون بحثك، احنا يعني نسوق لبحثك او لا. طبعا مثل ما تعرفون احنا وضعنا نختار اسنو، ما تدوخ نفسك ولا تتعب نفسك، تختار اسنو وي ار نوت انترستد. اوكي ان ذا اوثر سيلكت اوبشن اند تشوز كونفشنال بابليكيشن انستد، ونختار اللي هي الكونفشنال بابليكيشن الطبيعيه ونروح على النكست. ننتقل للخطوه الاهم الثالثه اللي هي متعلقه بالكوبي رايت. مثل ما تشوفون حضراتكم الاوثر انفورميشن خلصت والبابليكيشن تشارج فاندنج ايضا خلصت، نروح على الكوبي رايت لايسنس اجريمنت اللي هي استماره حقوق الملكيه او الاستماره الموافقه على النشر وحقوق الملكيه. مثل ما تشوفون الشاشه اللي ظهرت امام حضراتكم، هذا اسم الباحث الرئيسي اللي هو الكورسبوندينج اثر. هنا الكوبي رايت اساينمنت بيها نوت كومبليت، غير شنو هي مكتمله. نضغط عليها راح تنفتح لنا صفحه جديده، بس ننتظر يسوي لودينج.
تمام، مثل ما تشوفون حضراتكم موضحه امامكم، هاي هنا كانما مثل العقد اللي وقع بين حضرتك وبين دار النشر. بيها بعض التفاصيل تحب حضرتك تطلع عليها تقراها، هي اشياء روتينيه وما بها اي اشكالات وما بها اي متعلقات او اي مسؤوليات تجاهك انت كباحث، مجرد انه انت توافق على انه طريقه النشر وحقوق النشر والإثكس الاخلاقيات الخاصه بالنشر فيما يتعلق المجله ودار النشر انت توافق عليها. تختار الاولى بليز سيلكت كوبي رايت لايسنس، تختار ريجولر الطريقه الاولى، ثم بعد ذلك تنتقل بليز كليك وان اوف ذا تشيك بوكس بيلو، تختار واحده من ذني الحالات. هنا عندك طريقتين، يا اما تختار انه انت تكون الكوبي رايت الكترونيه فتدخل على صفحه وتملي معلوماتك، اذا ما تريد تقول لا اني اريد اني اصعد الكوبي رايت لتر بايدي تختار الثاني، هنا حضرتك مخير تختار اللايسنس اللي تريدها. زين، طبعا هنا حتى ما ننسى نكتب الاسم. اوكي، تكتب اللاست نيم. هاي اذا انا اذا اختاريت اي اكسبت ذيس فورم راح تروح على الاي سيرتيفاي واي اجري، راح تصير عمليه الموافقه، راح تنتظر لحظات حتى تتفعل عندك الكوبي رايت لتر. بالتالي الكوبي رايت لايسنس اجريمنت توافق عليها وكل الامور تمام. تريد حضرتك تعدل عليها، تريد تعدل عليها، اكو طريقه ثانيه للتعديل، ترجع عليها مره ثانيه على الكوبي رايت لتر، تشوف حضرتك المعلومات تطلع عليها، هاي المعلومات هياتها كل المعلومات، اسم عنوان المجله، عنوان رقم البحث مالتك، عنوان البحث، اسم الكورسبوندينج اوثر الباحث الرئيسي، الباحثين الاخرين المشاركين، والتاريخ الموافقه على الاستماره، هذا كانه التفاصيل كلها اللي حضرتك انت وافقت عليها وقبلت بها اللي هي الريجولار، والتفاصيل كامله الثانيه اللي هي الاكسبت والاي سيرتيفاي، وبالتالي هذا ما يسمى بالموافقه الالكترونيه. اكو طريقه ثانيه انت بالامكان كان تختار الثانيه، كان تختار الحاله الثانيه، وايضا تختار الاي سيرتيفاي، بعدين تختار اي اجري وتسوي عمليه الاجريمنت، ترجع مره ثانيه هنا بهاي الحاله، بدل ما تطلع لك هنا صارت فورم كومبليت، ايش راح يطلع لك؟ راح تطلع لك بصفها نون كومبليت، تضغط عليها راح يطلع لك صندوق جديد او نافذه جديده ترفع استماره حقوق الملكيه اللي احنا شرحناها لحضراتكم وعلمناها. اذا عندك طريقتين، هاي الطريقه الالكترونيه الاسرع، والطريقه الثانيه اللي هي بعد ما انت تروح على الكوبي رايت اساينمنت فورم راح تلقاها نون كومبليت، تضغط عليها راح تطلع لك صفحه جديده بيها تختار من جوا مكتوبه سيلكت، تضغط راح تطلع لك مكان نافذه من عندها تدخل مالتك الاستماره اللي انت موقعها ومسوي لها كوبي عفوا سكان وتنزلها. بس هاي احنا اعطونا دار النشر اول مثل الفاسيليتي مثل الخدمه انه قالوا يابا انتم تقدرون تصير توقيع استماره حقوق الملكيه ضمن العقد اللي وقعناه وياهم، بالامكان تكون استماره حقوق الملكيه تكون استماره الكترونيه، فبالتالي احنا استخدمنا الطريقه الاسهل اللي هي الاستماره الالكترونيه. نروح على نيكست، هنا راح نرجع مره ثانيه يسوي يسيف العمليه السابقه اللي احنا نفذناها، يسوي لك مراجعه كونفرميشن، الباحث الاول اسمه الافيليشن مالته الايميل مالته، والباحث الثاني اسمه والافيليشن والايميل، الباحث الثالث وهكذا اسمه والايميل مالته الى اخره. خلاص انت ما عندك مشكله، نعم انا موافق على الاجريمنت. هنا الاوبن اكسس قلنا لا، الالكترونيك كوبي احنا اختارين الالكترونيك لايسنس كوبي، بالنهايه خلاص انا اروح على النكست و اخر شيء طبعا اخر لحظات هي راح تكون عمليه السبمت للمانسكريبت، مثل ما تشوفون حضراتكم صح صارت باللون الاخضر على كل التفاصيل، ابتداء من معلومات الباحث الرئيسي والباحثين الاخرين، ثم ننتقل الى عمليه التشارج الدفع والدعم المادي، ثم عمل استماره حقوق الملكيه، وبعد ذلك التاكيد والتاكد والتحقق من المعلومات، ثم بالنهايه عمليه السبمشن. اضغط على السبمشن،
راح المفروض يسوي عملية saving ليخزن المعلومات. Your MySQL has been submitted. إذن تم إرسال الرسالة البيبر مالتك البحث تم إرساله إلى الإديتر المحرر الرئيسي بالمجلة وأخذ الرقم التالي. هذا الرقم يفضل أن تحفظه عندك وراح يقول دي بلغك إنه هذا المانسكريبت راح يشاهد أو يدقق من قبل الإديتوريال أوفيس مكتب التحرير يعني هيئة التحرير الخاصة في المجلة وراح تستلم إيميل بعد فترة قصيرة جدا يبلغك إنه تم استلام إيميل مالتك. عادة هم الإيميلات مالتهم تكون يعني أوتوماتيكلي إنه بس مجرد إن استلمت هذا بالضبط. هذا دي يبلغك هنا طبعا هنا جاك إيميلين. الإيميل الأول دي يبلغك اللي هو إن إحنا استلمنا الإيميل من عندك وهذا اللي ما يتعلق بحقوق الملكية. أوكي و بليز ريمبر تو كومبليت يور سبمشن. هذا دي يبلغك إنه يا ترى إحنا هاي استمرت حقوق الملكية مالتك اللي أنت اختارتها فنرجو من عندك تكمل عملية النشر. إحنا كملنا عملية النشر إذن بالنهاية راح يجيك الإيميل الثاني يقول لك يا have been successfully submitted to proceeding. إذن أنت هسه خلاص سويت اللي عليك وماكو أي إشكال والأمور صارت تمام بإذن الله تعالى. ننتظر بعد الفقرة القادمة أو الخطوة القادمة اللي تتعلق بدار النشر. هم إن شاء الله بعد إذا عندهم ملاحظة أو عندهم شيء آخر إضافي يبلغوك عن طريق الإيميل. نكرر شكرنا وامتنان لحضراتكم ونتمنى تكون إدارة المؤتمر أدت ما عليها تجاه السادة الباحثين ونعتذر إذا كان هنالك أي تقصير ونراكم إن شاء الله في المؤتمرات والإيفنتات والأحداث القادمة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.